هذا أرقم ابن أبي الأرقم كان يروي في بيته كثير من الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الفتى رغم صغر سنه كان يقوم مقام المسؤول الكبير. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكلف بعض الصحابة بأداء مهام عظيمة، مثل أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلفه بقيادة الجيش العظيم، حيث كان في هذا الجيش أبو بكر الصديق، كما أن فيه أيضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكما يقال أسامة بن زيد لم يتجاوز 18 من عمره، 18 من عمره. ثم يأتي أيها الإخوة الواجبات على الشباب، واجبات عظيمة. أولها تحصين أنفسهم بالعلم والثقافة والمزيد من التعلم المستمر، حيث العلم يحسن ويحسن كل من بدأ به وخاض فيه. والله تبارك وتعالى لم يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستزادة والتكثير غير العلم، فقال عز من قائل: وقل رب زدني علما. وكذلك أيها الإخوة من واجبات الشباب الحرص على الإفادة من الخبرات والحذر من الغرور والتعالي. وكذلك وأخيرا اغتنام الفرص ببذل المزيد من الجهد والعطاء. فالشباب أيها الإخوة أولا وأخيرا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى لا تعد. وكما قلنا هذه النعمة وهذه الفرصة تمر شخصا مرة واحدة، وهي فرصة العمر. فالطفل الصغير يتمنى ببلوغه، والشيخ الكبير يتحسر لمفارقته. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل نشيبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم. أول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.